بسم الله الرحمن الرحيم. رسم أرنيك المجرى المائي. المجاري المائية نوعين من حيث نشأة المجرى المائي، إما أن يكون مجرى مائي طبيعي زي الأنهار أو مجرى مائي صناعي. المجرى المائي الطبيعي هو ربنا سبحانه وتعالى أوجده وأخذ مجراه في الأرض دون تدخل البشر، إنما البشر بيعمل له تهذيب وصيانة. المجرى المائي الصناعي أوجده الإنسان. أهم ما يميز المجرى المائي الطبيعي إن بيبقى القطاع بتاعه الريجولار، قطاع غير منتظم. أما المجرى المائي الصناعي فبيبقى قطاعه، المقطع بتاعه، القطاع العرضي بتاعه شكل هندسي منتظم ليسهل إنشاؤه ويسهل الحساب بالنسبة للأعمال الهندسية اللي فيه وإعطاء المقاول حقه. نبدأ بالمجرى المائي الطبيعي. المجرى المائي الطبيعي زي الأنهار، ده صورة لنهر النيل عند مدينة المنصورة. المجرى المائي الطبيعي بيبقى أول حاجة فيه القطاع المائي، القطاع المائي اللي هو الجزء اللي بتجري فيه المية. بعد القطاع المائي بيبقى فيه سطح قريب من المية زي السطح دوت، وممكن استغلاله هو هنا زي ما في المنصورة بيستغلوه بأنه يبقى كأنه طريق عربيات، لكن هو بيبقى قريب جدا من سطح المية. الجزء ده بيسموه المسطاح. بعد كده بيبقى فيه ميل، وبعد الميل بيبقى فيه طريق اللي هو الطريق الأساسي الرئيسي اللي ماشي جنب المجرى المائي. فبيبقى هنا فيه طريق يسمى طريق أو يسمى ضفة. يبقى دي المكونات بتاع القطاع المائي أو المجرى المائي، القطاع المائي والجزء دوت اللي هو المسطاح، وبعدين الجزء ده الطريق. طبعا نفس الكلام الناحية التانية، بيبقى فيه مسطاح وبيبقى فيه طريق. لو قطعنا المجرى المائي الطبيعي قطاع عرضي بيبقى الشكل بتاعه تقريبا من عند بدايته لحد نهايته، الشكل بتاعه بصفة عامة شكل ثابت، ولذلك يطلق عليه اسم أورنيك، نموذج. فده أورنيك للمجرى المائي الطبيعي. الجزء اللي تحت ده بيبقى القاع، والجزء اللي احنا شايفينه دوت اللي هو بتجري فيه المية اللي له سطح المية ده بيبقى القطاع المائي. بعدين عندي المسطاح، المسطاح على اليمين والمسطاح على الشمال، الحتة الصغيرة دهية. بعد كده بنطلع فوق بيبقى عندي الطريق، الطريق الأيمن والطريق الأيسر، أو الضفة اليمنى والضفة اليسرى. ده بالنسبة للجزء بتاع الأورنيك بتاع المجرى المائي. بعد الطريق بيبقى فيه منسوب الأرض الطبيعية، وفي الغالب عشان هنا بيبقى فيه مجرى مائي بتبقى الأرض دي كلها زراعية، وهنا الأرض زراعية، وبيبقى المجرى المائي بياخد ويشق طريقه وسط الأراضي الزراعية، أو أحيانا بيبقى في أراضي الجبلية بيبقى لسه جاي النهر أو ماشي في مناطق جبلية عشان يوصل للمناطق الزراعية. إذا إحنا دلوقتي وصلنا إن المجرى المائي أو الأورنيك بتاعنا بيبقى يتكون من التالي، أهم أجزاء موجودة فيه: القطاع، القاع، البيد، قاع البيد، المسطاح، البيرم، والطريق اللي هو الرود، أو زي ما قلنا الضفة اللي هو البنك. المجرى المائي الصناعي أول حاجة بتقابلنا على طول أن شكل المقطع بتاعه شكل منتظم،
إنما مكونات المجرى المائي الصناعي هي نفس مكونات المجرى المائي الطبيعي، ويطلق على القطاع العرضي بتاعه اسم أورنيك. المكونات بتاعتنا هي هي، عندي القاع وبعدين بيبقى هوت فيه ميل، وبعد الميل أطلع ألاقي حتة صغيرة هنا كده اسمها المسطاح. بعد المسطاح بنطلع نلاقي الايه، الطريق او الضفة. ادي عندي المسطاح وادي الطريق او الايه او الضفة. يبقى اورنيك المجرى المائي الصناعي بيتكون من القاع، المسطاح، الايه، الطريق او الضفة. طيب ازاي احنا بقى بنشق هذه المجاري المائية الصناعية؟ احنا قلنا المجرى المائي الطبيعي رباني، المجرى المائي الصناعي عشان نشق ترعة بيبقى الأول عندنا منسوب الأرض الإيه؟ الطبيعية. أهو منسوب الأرض الطبيعية، بتبقى الأرض كده طبعا سواء مستوية أو غير إيه مستوية، يعني ممكن يبقى فيه حتت طالعة وحتت نازلة، أرض طبيعية. عشان ننشئ او نكون او نحفر المجرى المائي الصناعي القناة بتاعتي، القناة، الترعة بتاعتي، المصرف بتاعي، ما احنا هنقول مكونات المجاري المائية ايه، فاول حاجة بحدد محور الايه، ها، نحدد محور القناة الصناعية، بنيجي كده على طول المجرى بتاعي وبنحدد الايه، المحور بتاعنا، زي ما احنا كده حددنا قلنا هنا هيبقى دوت السنتر لاين، المحور بتاع القناة الصناعي. حددنا المحور بتاع القناة الصناعية، بنبتدي نجيب أدوات الحفر ونبتدي إيه، نحفر هنا. يبقى حفر القناة الصناعية أهو، نروح حافرين الإيه، الجزء دوت بتاع القناة الإيه الصناعية. لما المعدات بتحفر هذا الجزء هتودي ناتج الحفر فين؟ أكيد ناتج الحفر هيجي على الجنب ده، اللي هي المكنة اللي بتحفر تروح رميها هنا وترمي هنا، يعني بترمي على الجنبين. إذا بعد الحفر أكيد هتتم عملية ردم جانبي القناة الصناعية. يبقى ده كده أهو، أدي أول ردم، ردم الجزء دوت، فاتكون لي جزء هنا كده اللي احنا هنسميه المسطاح، وبقى ده الطريق أو الضفة إيه بتاعتي. طبعا احنا ردمنا جهة الايه اليمين كده، بنروح رادمين جهة الايه اليسار، ويبقى انا هنا خلاص عملت الايه، المجرى المائي بتاعي، السكة بتاعت المية بتاعتي، وكمان بقى تأسيس للايه، الردم بتاعي بقى تأسيس للايه، للطريق. خلصنا كده المجرى المائي بتاعنا من اوله لاخره، بنشوف مصدر المية اللي هيجري فيه هذا المجرى المائي، و نطلق هذه ايه، المياه. تمام، يبقى ده اورنيك المجرى المائي الصناعي من حيث الانشاء. تعالوا بقى نشوف كده بعد اتمام عملية الحفر والردم والتسوية والتدبيش وكل الاعمال اللي هي ايه مطلوبة، بنلاقي في الاخر انه تكون لنا قطاع عرضي منتظم هندسي للمجرى المائي الصناعي اللي هو موضح بالشكل ده. الأشكال بتاعة المقطع المائي، الأشكال بتاعة الطريق، هي شكل هندسي شبه منحرف، واضح إن الشكل بتاعه شبه إيه، منحرف طبعا بس مش مكتمل. يعني هنا الطريق عندي فوق أهو، الحتة ديت إيه، كل دي بقى أرض في بعضها، فهو شكله شبه منحرف، بس نقصه إيه، الخط ده يكمل، ده شبه منحرف اللي هو الجزء بتاع القطاع بتاع المجرى المائي اللي هو فيه القاع، برضو هنا المية هتكمله لشكل شبه ايه، منحرف. تعالوا نشوف مكونات المجرى المائي الصناعي او الاورنيك اللي احنا سميناه. اول حاجة عندي هنا منسوب الايه، القاع، بيد ليفل. بعدين عندي منسوب المسطاح، بيرم ليفل، وعندي منسوب الطريق، الطريق هنا اللي هو رود ليفل، او قلنا بانك ليفل، هنمشي بكلمة رود ماشي، هنمشي بكلمة بانك ماشي ماشي.
وبعدين في الاخر بقى عندنا منسوب الارض الايه الطبيعية اللي هي الارض بتاعت الزراعة على اليمين وعلى الشمال. اذا واضح من هنا من اورنيك المجرى المائي ان انا عشان انفذه في الطبيعة واحفر واردم والكلام دوت، او على اساس انا مهندس بقوم بعملية الرسم، لازم اعرف في هذا الاورنيك شوية معلومات. نشوف المعلومات الاساسية المطلوبة. رقم واحد، مطلوب 3 مناسيب عشان اعرف ارسم هذا الاورنيك او انفذه. انا محتاج 3 مناسيب. منسوب القاع اهو، منسوب المسطاح اللي هو هنا منسوب الايه الارض الايه الطبيعية، ومنسوب الايه الطريق. يبقى عشان ارسم او انفذ هذا الاورنيك انا محتاج 3 مناسيب. ببساطة شديدة الاورنيك يتكون من 3 مستويات، مستوى القاع، مستوى المسطاح، مستوى الطريق. يبقى انا محتاج اعرف الـ3 مناسيب دولت عشان ارسم الاورنيك. محتاج 3 عروض، 3 عروض. محتاج عرض القاع نصه يمين السنتر لاين ونصه شمال السنتر لاين عشان يبقى فيه تماسك. يبقى انا محتاج عرض المسطاح، عرض الايه القاع، ومحتاج عرض المسطاح، عرض المسطاح. وهنبسط نقول ان هنا في ايه، ده محور تماثل، يعني نص عرض القاع كده ونص عرض القاع كده. محتاج عرض المسطاح، عرض المسطاح ده هو قد عرض المسطاح دوت. طيب احنا هنعمل ايه بعرض المسطاح؟ هنقول بعد كده، لكن بصفة اساسية دلوقتي في الوقت اللي احنا موجودين فيه، في الغالب الجزء ده بيستخدم ان الكراكة بتعدي عليه وتقوم بعملية تطهير للمجرى المائي، تطلع فيه الحاجات اللي هي متواجدة وبتعيق حركة الايه المية. يبقى انا محتاج 3 عروض، عرض القاع، عرض المسطاح، عرض الطريق، عرض الطريق، وهنا عرض الطريق. هنا في طريق يمين وفي طريق شمال، مش لازم الطريقين يكونوا بنفس العرض، ممكن يكون ده الطريق رئيسي، يعني ممكن اعمله بعرض كبير وده ممكن يكون ايه جانبي، وممكن ده يكون متسفلت، ممكن ده يكون ترابي. لكن بصفة عامة احنا بنيجي نقول طالما ده هيبقى طريق وهتعدي عليه عربيات، العربية بتحتاج حارة واحدة مثلا، الحارة دي 3 متر. يبقى انا لو هعمل طريق لحارة واحدة يبقى عربية وعربية تيجي تقابلها طبعا لازم يكون أكتر من 3 متر عشان يفادوا إيه بعض. طب لو حارتين، حارة رايحة وحارة جاية، يبقى 6 متر. طب لو حارة رايحة وحارة جاية وعربية بتعدي من عربية، يبقى يكونوا 3 عربيات في الإيه، يبقى 9 متر. طب أنا عايز أعمل حارتين رايحين وحارتين جايين ومنهمش دعوة، منفصلين من بعض، أعملهم أكتر من 12 متر عشان أسيب جزء إيه في النص أعمله جزيرة. إذا هنا إحنا بنقول عرض الطريق يبقى طبقا لدرجة الطريق، وأنا عايز أعمله من إنه نوع. طبعا الكلام ده هتاخدوه إن شاء الله أو بياخده طالب الهندسة المدنية في سنوات متقدمة عند دراسة إيه مادة الطرق. يبقى دلوقتي اتفقنا، رقم واحد عايز 3 مناسيب، منسوب القاع، منسوب المسطاح، منسوب الطريق، عايز 3 عروض، عرض القاع، عرض المسطاح، عرض الايه، عرض الطريق. بعد كده ادي عندي حاجة واضحة خالص، انا عايز كمان 3 ميول، 3 ميول، الميل من القاع للمسطاح، الميل من المسطاح للطريق، الميل من الطريق الى ارض الايه الزراعية. طيب الميول دي بقى هتتوقف على ايه؟ هتتوقف على نوع التربة، لان انا حافر ورادم في نفس المكان. التربة احنا قلنا تربة طينية متماسكة بيبقى الميل واحد لواحد، الزاوية دي بتبقى 45. التربة طينية مفككة 3 لـ2، 1.5 لـ1. التربة رملية بيبقى الميل 2 لـ1. طيب ممكن الميول تختلف؟ اه ممكن الميول تختلف، يعني ممكن الميل ده يختلف عن الميل ده، يختلف عن الميل ده، لكن في غالب الأحيان
بيبقى الميل بتاع الطريق ده زي ده، لانه هو التربة هنا حاجة واحدة، لكن ممكن هنا الميول بتاع الطريق تختلف عن الميل بتاع المجرى المائي نفسه. اذا دلوقتي ببساطة شديدة عشان ارسم الاورنيك بتاع المجرى المائي، انا محتاج 9 معلومات: 3 مناسيب، 3 عروض للقاع والمصلاح والطريق. 3 مناسيب وثلاث عروض للقاع والمصلاح والطريق، يبقوا دول 6. والميول، الميل من القاع للمصلاح، من المصلاح للطريق، من الطريق لأرض الطبيعي. نرجع تاني لأورنيك الترعة. المجاري المائية عندي، احنا قلنا مجاري مائية طبيعية الأنهار، خلاص دي لوحدها. نشوف بقى اللي احنا بنتكلم فيه اللي هي ذات القطاعات الهندسية المنتظمة، اللي هي المجاري المائية الصناعية. المجاري المائية عندي نوعين، بيبقى عندي الترع وعندي المصارف. نمسك الترع الأول. الترع تتميز إن المية اللي فيها مياه نظيفة، لسه مياه ما استخدمتهاش، ده لسه هستخدمها، وبتاخد مياه بتاعتها من الأنهار والرياحات، الرياحات والترع الإيه الرئيسية الكبيرة. إذا مية الترع بتبقى نظيفة. كمان حاجة، مية الترع بيبقى منسوبها بقى، المنسوب بتاع المية اللي هي منطلقة فيه قريبة من المصباح، يعني من المسافة ده هيك رأسية يعني كده، ها بنسميها حاجة اسمها الفري بورد، اللي هي المسافة الحرة ده هيك، اللي ما بيبقاش فيها مية بتبقى كام؟ في حدود من 50 سنتي لإيه؟ لمتر. طيب ليه قريبة؟ قريبة عشان الفلاح اللي هيروي الأرض الزراعية بتاعته هنا، ها، يبقى ما عندوش عبء كبير في رفع المية وإيه ويروي أرضه. أنا لو بعتها له كتير هيصرف مصاريف كتيرة في رفع المية وإيه وإن هو يروي أرضه ويزرع إيه أرضه. فبتبقى المنسوب ده عالي قريب من إيه، من سطح الأرض الإيه الطبيعية اللي إحنا قلنا عليها، يبقى منسوب الإيه المصطلح. يبقى رقم 1 المية نظيفة، رقم 2 المية قريبة، رقم 3 بتبقى الميول ها مريحة شوية، لأن دي مية ومنطلقة وكتيرة، فإيه بتبقى الميول بتاعتي غالبا بتبقى أكتر من إيه، 1 لإيه لواحد، أو على الأقل 1 إيه إلى 1. زي ما قلنا بقى، ودي مهمة جدا جدا، ايه فايدة المصطاح؟ احنا قلنا فايدة المصطاح ان ممكن بتعدي عليه كراكة للايه؟ للتنظيف. كمان حاجة، المصطاح بقى، المصطاح مع الطريق بتاعي بيكون سد حماية للمنطقة، للايه؟ للمنطقة الزراعية، او اللي ممكن تعدي هنا تبقى مدينة سكنية، فبيبقى الجزء ده عبارة عن ايه؟ حماية. حماية من ايه؟ المية هنا لو عليت، لو عليت ها، يبقى المصطاح بيزود لي عرض المجرى المائي، يبقى هنا المية لو عدت كده وبقيت فوق كده ها، تبقى ممكن القطاع بتاعي يوسع أوي ويكبر، أم يستوعب كمية مية كبيرة جدا جدا لو حدث فيضان أو حدث أي أسباب إن المية زادت. ولما المية تبقى هنا بالصورة ده هي كده على القطاع ده، ما تعديش الناحية التانية، الطريق هنا والطريق هنا إيه؟ يحجزها. ده سر الايه، طريقة ان ايه بيبقى في عندي بنك هنا ضفة او طريق، وهنا بجانب استخدامه كطريق هو بيعتبر كأنه سد للحماية من فيضانات الايه المية. يبقى ده اورنيك ايه يا باش مهندسين؟ اورنيك الترع. نروح بقى لاورنيك المصرف. اورنيك المصرف أول حاجة بتميزه إنه منسوب المية بعيد جدا جدا جدا، يعني ممكن المسافة دي من المصطاح لهنا ما تقلش عن 2 متر، يعني ممكن تبقى مثلا إيه 2 متر، 2 متر وشوية، يعني أحيانا بقى المصرف بيبقى ميته زيادة، وهو بتبقى المسافة الحرة ده هي 1 متر وإيه ونص. ده نمرة 1، إن المية بتاعت السطح بتاعي بتبقى إيه بعيدة. في الغالب ميته قليلة، لأن المية دي مية صرف. صرف منين؟ من المياه الجوفية في الأرض الإيه الزراعية، يعني المية هنا اللي في بطن الأرض
ها اللي هتبوظ لي بقى الزرع والحاجات ديت، بتروح ماشيه كمياه جوفيه وتروح تترمى فين؟ تترمى في المصرف، ايه من تحت كده الايه الطريق، يعني بتبقى حركتها حركه مياه جوفيه اللي هي المياه ايه في باطن الايه الارض. او الترع بقى، الترع في نهايتها، في نهايتها ما عادش ليها لازمه ولا حاجه، ودي برضو حاجه غريبه في مصر، بياخدوا بقى ميه الترعه ويروحوا رامينها فين؟ رامينها في المصرف عشان نتخلص ايه منها. يبقى ميه المصرف بعيده. تاني حاجه الميل بتاعه هنا بقى بيبقى شديد شويه، بيبقى واقف شويه معايا، بيبقى يعني زي ما بقى عشان احنا مش عايزين نهدر الاراضي الزراعيه، فبنقلل القطاع بتاعنا، فبنستخدم ميول ايه مش ميول مريحه قوي. تالت حاجه ودي مهمه جدا جدا، ان الميه بتاعت المصرف بتبقى مياه في غالب الاحيان مياه يعني نقدر نقول ملوثه، ده ابسط كلمه ايه تتقال ليها، انما هي بتبقى مياه مدمره ومرمي فيها حاجات كتيره و و و، فبتبقى هنا الريحه بتبقى وحشه جدا جدا، السرعه بتاعتها بتبقى بطيئه، وبيبقى بقى متكون فيها بوص ومش عارف ايه وزرع وفيجيتيشن ومشاكل كتيره بتبقى في الايه في المصارف. هي دي الاحوج لمصطاح كبير، عشان دي بقى اللي ايه بصفه مستمره بيتعمل فيها اعمال الايه اعمال التطهير. لكن احنا فرقنا خلاص ما بين الترعة والمصرف، القطاع بيبقى في غالب الأحيان كبير، ميته نظيفة، ماشي بسرعة حلوة، ها المصرف ميته بعيدة والريحة باينة أوي أوي، والمكونات بتاعة المية بتبقى ملوثة جدا جدا. نرجع بقى احنا بقى نخش على عملية الايه الرسم، ازاي انا ارسم اورنيك المجرى المائي الصناعي. طيب عشان نرسمه احنا اتفقنا يبقى لازم يكون عندي 3 مناسيب، 3 عروض، ها و 3 ميول. نشوف بقى هنا الجديد، اولا هرسم اورنيك غير معلوم عرض المصطاح. واحد يقول ازاي غير معلوم وازاي انا هستنتجه؟ هو غير معلوم قبل ما ارسمه، لكن ساعة ما هرسمه هيتم استنتاجه، يبقى هستنتجه وانا برسم، يعني مش لازم ابقى عارفه في الايه في الاول. طيب هرسم يبقى هعرفه واستنتجه يبقى اقدر ايه انفذه. احنا اتفقنا وقلنا ان احنا عايزين 3 مناسيب و3 عروض وتلات ايه وتلات ميول كده، خلاص بقى بايه 3 مناسيب عرضين، عايز عرض القاع وعرض الطريق بس، بقى 8 معلومات والتلات ايه ميول. وبرضو اتفقنا ان في ميلين زي بعض اللي هما بتاع الطريق، يبقى ممكن تبقى كام معلومة؟ بقت 7 معلومات. نمشي واحدة واحدة. انا عندي اول حاجة ها الـ3 مناسيب بتوع الايه بتوع القاع، البد والبيرم المصطاح والرود او البنك اللي هو الطريق. عشان ارسم الاورنيك بتاعي هنرسم نصه بس، يبقى اول حاجة عندي برسم السنتر لاين، ده السنتر لاين بتاعي، هرسم نص الاورنيك ونختار احنا مثلا نرسم اللي على الشمال، واروح واخد خط افتراضي، خط الافتراضي ده اللي هو منسوب الايه القاع. خلاص كده يبقى انا هنا باجي عند نقطه واروح اتخط اللي هو منسوب القاع، واجي بالفرق ما بين المصطاح والبيد اشوف الفرق كام واخده هنا، والسكيل برضو 1 لـ100. خدته كده اروح عامل ايه؟ اروح راسم ده خط يعبر عن مين؟ عن المصطاح. واحد يقول طب ما انت كنت تكمل كده، ما احنا عارفين ان المصطاح لو كملت مفيش مشكله، المصطاح ايه ما بيخشش عند السنتر لاين، لكن القاع هو اللي بيخش عند السنتر لاين. يبقى انا قست المسافه دي وخدت الايه المصطاح، وبعدين اروح قايس كمان الفرق ما بين الطريق والسكيل 1 لـ100، يعني باخد فرق المناسيب على طول بالسنتيمتر، واروح راسم الايه الطريق. يبقى ده القاع، ده المصطاح، ده الطريق.
بعد كده بعمل ايه؟ بروح واجي هنا قايس عرض الايه القاع، اقيس عرض القاع اهو، واروح واخد خط ايه رأسي كده. طب ليه خط الرأسي، خط رأسي ده كده؟ هنقول لك. يبقى انا هنا كده ده عرض الايه القاع، مظبوط. الخط الخفيف ده اللي انا واخده هيفيدني بقى، هيفيدني كتير قوي. انا دلوقتي عندي بعد ما حطيت استخدمت الثلاث مناسيب، استخدمت اول عرض اللي هو عرض الايه القاع، انا ما عنديش عرض المصطاح. يبقى هنبتدي نستخدم معلومات الايه الميول. الميل الاولاني هنا، هنفترض دلوقتي ان الميل الاولاني اللي هنا 3 لـ2، ونتعلم ازاي نرسم 3 لـ2. التلاتة افقي كده، افقي على فكرة كده، افقي مظبوط، وكده ايه رأسي كده، الرأسي دايما اللي هو بنحط عليه الايه المناسيب. يبقى هنا انا عندي المسافة دي اللي معمولة بالاخضر دي هي الرأسي، اجي اخد مسافة كده افقية قدها كام؟ مرة ونص، مرة ونص اللي هو 1.5 الايه لواحد. يبقى انا قست المسافة ده اهي اللي هي الرأسية، انا عارفها اصلا اللي هي فرق المناسيب، واضربها في 1.5. طيب لو خدتها كده، طب انا هستفيد ايه بالايه بال1.5 كده؟ انا عايز ايه النقطة تبقى كده عشان اوصل الميل بتاعي كده. يبقى انا اخد ال1.5 منين؟ من هنا كده وفوق اهو، بصوا بقى معايا اهي، خدتها بالاخضر اهي. يبقى المسافة من هنا لهنا 1.5 ده اهي، يبقى كده 1.5 لـ1، ايا كانت بقى المسافة دي. المسافة دي 2 تبقى دي 3، دي 3 تبقى دي 4.5، مظبوط. دي 1 تبقى دي 1.5. وليه بعمل كده؟ عشان يبقى الميل بتاعي اللي هو موصله ما بين المصطاح وما بين القاع مرة واحدة، يترسم المستوى مرة ايه واحدة، مظبوط. يبقى انا لو وصلت النقطة ده اهي بالنقطة ده اهي كده اهي، يبقى انا كده حصلت على الميل ده. الميل ده اللي هو ميله كام؟ 3 لـ2. واحد بقى يجي يقول لي ايه، طب ما انا كنت ممكن اخد ايه، اخد مسافة كده مرة ونص يعني سنتي ونص، وبعدين اجي اخد كده ايه سنتي، ها، واروح موصل ومادد الكلام ده. طب لو انت غلطت في القياس كده، او غلطت في القياس كده، او عملت القياس كده صح والقياس كده صح، وجيت توصل النقطة دي بالنقطة دي ما عرفتش توصلت بالنقطتين صح، يبقى هنا في كمية أخطاء كبيرة، كمية أخطاء بتعمل أنت خطوات كتيرة، وكل خطوة مطلوب إنك تكون دقيق جدا 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 فيها. لأنك أنت لو خدت 1.5 كده، لو هي 1.4 انتهت القصة. طب ليه؟ ما إحنا عندنا المسافة دي نبقى عارفينها، ناخد المسافة دي كلها ونتعود كده ونتعلمها تبقى بسيطة. يبقى المسافة دي مرة ونص المسافة دي، ووصل ما بينهم، يبقى الخط ده كده هو على طول ده المستوى المطلوب اللي هو ما بين القاع وما بين المصطاح، وميله كام؟ 3 لـ2. ما عنديش برضو عرض الايه المصطاح. طالما ما عنديش عرض المصطاح، يبقى هنا في طريقة رسم هندسية جديدة. طيب ايه هي بقى؟ اقول لكم ايه هي. ان الميل بقى بتاع المصطاح للطريق في طريقة الأورنيك اللي هو عرض المصطاح غير معلوم، بيرجع برضو يبتدي من نقطة الايه، من النقطة دهي، النقطة بتاعت نهاية عرض الايه القاع. يبقى عندي المسافة اللي انا خدتها ديت، ها، وهنرجع لها تاني لان دي مهمة قوي قوي، ان انا باخد هنا ايه نص عرض القاع، يعني عرض القاع عندي 6، باخد ده ايه 3، زي ما بقول هنرجع لها ايه تاني. يبقى هنا خدت نص عرض الايه القاع، بعد كده من الخط الرأسي دوت خدت كده مرة ونص، رحت موصل الايه الميل ده، يبقى عملت الميل الاولاني. باجي بقى من النقطة دي، ها، وارسم الميل الايه التاني. بصوا بقى معايا وركزوا. الأورنيك اللي عندي غير معلوم عرض المصطاح اللي عندي هنا في ميل وهنا ميل، لازم الميل ده التاني لازم يكون اكبر من الاولاني، لو سواه هينطبق عليه، لو اصغر منه هيروح الناحيه دي، لكن انا عايزه الناحيه دي عشان يديني عرض ايه مصطاح. اذا احنا خدنا ده 3 لايه ل2، خلاص المساله بقت منتهيه، ان الميل الجديد اللي انا هرسمه لازم يكون 2 لـ1، لازم يكون 2 لـ1. لو ده 2 لـ1، لو الميل الاولاني ده 2 لـ1،
ما ينفعش ارسم ليه؟ لان مفيش اكبر من 2:1. اذا الميل ده الاولاني في طريقة غير معلوم عرض المصنع عندي، يا اما يبقى 1:1 اللي هو اصغر ميل عندي، يا اما 3:2 عشان يديني فرصة يكون في ميل اكبر ايه منهم معايا. طيب احنا قلنا ده 3:2، يبقى اللي جاي 2:1. ازاي ارسم مستوى مايل زي ده ميله 2:1؟ بنفس الطريقة، بنفس الطريقة. يبقى الحتة دي هي مفتاح الايه، الميول بتاعتي. هاجي هنا برضو واخد المسافة الرأسية، انا هرسم بقى من القاع لمين؟ للطريق اهو، اروح واخد المسافة الرأسية. طب ما انا عارف المنسوب ده والمنسوب ده، يبقى انا عارف المسافة اللي متعلمة دلوقتي باللون الايه، الازرق. الميل بتاعي كام؟ 2:1، يبقى اخد ضعف المسافة دي كده. يبقى انا هاخد المسافة الزرقاء دي الرأسية كده كده مرة، وبعدين كده ايه، مرة اهو اهو. يبقى المسافة باللون الايه، الازرق دي، دي كلها كام؟ 2، يعني ضعف المسافة ده اهي. يعني لو المسافة دي بقى 4 تبقى دي 8، دي 3 تبقى دي 6، وبالقياس وبالقياس، وحاجة دقيقة وحاجة مظبوطة. طيب يبقى انا عندي النقطة دي لو وصلتها بالنقطة دي هيديني مستوى ميله 2:1. واضح قوي ان المصطلح هنا طلع لوحده، بقى مستنتج ايه، لوحده. مظبوط. نعيد تاني. يبقى انا عشان ارسم من هنا مستوى ميله 2:1 باخد المسافة الايه، الرأسية. حتى هنا انا مش محتاج اعمل عمليات حسابية، انا ممكن بالايه، بالبرجل اروح واخد المسافة دي، اروح حاططها هنا كده مرة، وبعدين اروح راكز هنا واروح حاططها هنا كمان مرة، ويبقى حصلت على النقطة دي. او اقيس، يبقى عندي كذا طريقة، والاتنين في منتهى الدقة. اوصل النقطة دي بنقطة الايه اللي عند نهاية القاع بتاعي كده، واروح ايه، يبقى ده 2:1 زي ما قلنا، ده يبقى استنتج. واروح متقل على اللي انا المستوى اللي انا عايزه، اللي هو ما بين المصطلح وما بين الايه، وما بين الطريق. واحد يقول لي اه بقى ده كده مين، ده كده ايه، ده كده ايه المصطلح. هل انا دلوقتي اقدر اعرف عرض المصطلح؟ اه، بسهولة جدا، بسهولة جدا. تعالوا نفترض ان المنسوب ده مثلا يعني 3 وده 1، يبقى المسافة الرأسية كام؟ 2. طيب لما يكون ده 2 تبقى المسافة الخضراء كام؟ 3. مظبوط. يبقى ده مرة ونص، ده اللي هي الـ2. طيب لما دي تبقى 2 تبقى المسافة ده هي من هنا بقى لحد هنا كام؟ اه، دي ضعفها اللي هي بنقول عليها 2:1. يبقى لو دي 2 تبقى من هنا لهنا، قولوا ضعفها 4. طيب من هنا لهنا مرة ونص، يعني ايه 3. اه، تبقى دي كام؟ خلاص ايه، 4 ناقص 3 تدينا 1. وكأن المصطلح هنا هيبقى دائما وابدا، لو ده 3:2 وده 2:1، هيبقى 2 المسافة دي ناقص 1.5 المسافة دي، يعني نص المسافة دي. ما هي 2 ناقص 1.5 يديني نص في المسافة دي. اذا دي ممكن انت ايه، او بالفكره اللي احنا قلناها ببساطه شديده ديت، العرض ده كله ناقص العرض ده كله يديني عرض دوت، يبقى العرض المصطلح مستنتج، اللي هو نص الايه، المسافه الايه، الراسيه. بس النص دي في حاله لما يكون ده 3:2 و2:1. غير انت لو 1:1 و3:2، خلينا على البسيطه ديت، وبعدين نبقى نشوف الايه، الحاجات المسائل التانيه ديت بعدين. اذا بنعيد بسرعه النقطة اللي احنا وصلنا لها. رسمت السنتر لاين، خدت نص عرض القاع، نص عرض القاع. عشان لو احنا هنا بقى ورجعنا لها اهو، لو بشاور على المسافة دي وحطيت هنا سهم وما حطيتش السهم التاني، يبقى السهم التاني في الناحية التانية، يبقى ده نص عرض القاع. لو ظهر عندك السهمين اللي هم بتوع الأبعاد، اللي هو بيدل على الأبعاد، لو ظهر السهمين يبقى العرض كله، ظهر سهم واحد يبقى نص الايه، العرض. يبقى خدت هنا نص عرض القاع، مظبوط. رسمت 3:2، وبعدين رسمت 2:1،
طلع المصطلح زي ما بنقول مستنتج. يبقى انا استخدمت دلوقتي ايه؟ استخدمت الثلاث مناسيب، استخدمت عرض القاع، استنتجت عرض المصطلح، يتبقى لي ايه؟ عرض الطريق. اروح واخد عرض الطريق من هنا اهو. طيب وبعدين انا عايز اعمل الميل هنا، اهو الميل هنا زي هنا، شفتوا ده اترسم من تحت. طب ده هيترسم ازاي؟ ده هيترسم بطريقة عكسية. اروح واخد المسافة الرأسية دي، اهي المسافة الرأسية دي، واجي هنا اخد ايه؟ اخد ضعفها، اخد ضعفها، ما هو الميل ده 2 لـ1، يبقى ده 2 لـ1، يبقى خدت المسافة الرأسية دي، دي مثلا 1، تبقى دي 2، دي 1.5، تبقى دي 3. ده انا بعمل الميل اللي هو كام؟ 2 لـ1، واوصل النقطة دي بالنقطة دي اهو، احصل على الميل بتاع الطريق الناحية التانية. يبقى انا رسمت الـ3 مناسيب، ها، عرض القاع، عرض الطريق، عرض المصطلح تم استنتاجه، ورسمت الـ3 ميول، ميل من القاع الى المصطلح، ميل من المصطلح الى الطريق، ميل من الطريق الى الارض الايه الزراعية. خلاص هنا بروح عامل خط قطع، شكرا، انتهى كده رسم ايه؟ الاورنيك. مع ان ده نص اورنيك، نص اورنيك، الاورنيك اللي هو على الايه الشمال. واحد يقول لا طب واحنا ليه بنرسم نص اورنيك؟ هنتعود ونتعلم الكلام ده في منشآت الري، ان انا هنا بيبقى المنشأ بتاعي نصه موجود في التراب، وهنا النص بتاعي بيبقى بتاع المنشأ، ها، ببقى نازع منه التراب، عشان نبقى شايفين نص المنشأ منزوع الأتربة ونص المنشأ مدفون في الأتربة. نص المنشأ بعد الأعمال الهندسية الخرسانية المختلفة بنفرجك نصه ده قبل الرد، ونفرجك على نص المنشأ التاني بيبقى شكله ايه بعد الرد. لكن شيء طبيعي جدا جدا ان بعد ما بنخلص المنشأ خالص بنردم ايه؟ الكل. لكن دي طريقة هندسية لإظهار المنشآت الهيدروليكية اللي عندي. خلصت كده، يبقى انا محتاج بس اتقل على دي واتقل على دي، تمام كده اهوت. بنتقل على ارض الزراعة، ونتقل على المصطلح، ونتقل على الايه القاع بتاعنا. وما تنساش ان الحتة اللي تقلناها دي هي نص عرض القاع، لازم تاخدوا بالكم من نص عرض القاع. يبقى ده رسم الاورنيك لما ما يكونش عندي عرض المصطلح. طيب لو انا بقى عندي عرض المصطلح، بتبقى الحكاية اسهل وابسط على طول. طب نحاول كده نرسم اورنيك معلوم عرض الايه المصطلح. برسم السنتر لاين، خلاص بقى كده هتبقى الحكايه سريعه شويه. برسم الـ3 مناسيب، منسوب القاع، منسوب المصطلح، منسوب الايه الطريق، باخد المسافات على الايه المحور بتاع السنتر لاين ده. بعدين اجي من هنا، اجي اخد نص عرض الايه القاع، نص عرض القاع، واروح واخد الخط الخفيف بتاعنا. بعد كده برسم الميل بتاعي، الميل بتاعي اهو اللي هو مثلا برضو 3 لـ2، رسمت كده 3 لـ2، واروح واخد الايه الميل بتاعي، مظبوط لحد كده. هو نفس الكلام اللي فوق، لان احنا الفرق ما بين الاثنين هو مين؟ عرض المصطلح. وصلت للنقطة دي؟ هنا بقى خلاص بقى، طب ما انا ممكن اخد كده عرض المصطلح معلوم مدهوني اهو، اروح واخد عرض المصطلح. خدت عرض المصطلح، شكرا شكرا، يبقى ببتدي من النقطة دي، يبقى كأن انا بسلسل هنا الرسم في الاورنيك. النقطة دي بوصلها للنقطة دي بالميل، اخد عرض المصطلح، وصلت للنقطة دي اخد الميل بقى الجديد. طب اعمله ازاي؟ نفس القصة، المسافة دي كام؟ واخد هنا العرض بتاعها ده طبقا للايه؟ للميل، ها، واروح موصل النقطة دي بالنقطة دي على حسب بقى ما يكون الميل. 1 لـ1 تبقى المسافة دي قد دي، 3 لـ2 المسافة دي قد دي مرة ونص، 2 لـ1 المسافة دي ضعف دي. سهل بقى ان انا ارسم الميول دي كلها. يبقى شفتوا بقى، خدنا هنا نص عرض القاع كده، مع كده خدت الميل، ورحت واخد عرض المصطلح، دي مع دي تديني الميل، اروح واخد عرض الطريق، ارجع تاني من النقطة ديت نفس القصة اللي انا عملتها في الاول، لكن هنا بحط المسافة اللي انا برسم بيها فين؟ عند الايه منسوب الارض الطبيعية، اوصل دي بدي، اروح واخد الايه الميل بتاعي، هنا خط القطع بقى بتاع الايه غير محدد،
وارجع تاني، يبقى هنا الجزء ده والقاع بتاعي، ويبقى كده رسمت الأورنيك بتاع المجرى المائي ايا كان. احنا ما نعرفش ده دلوقتي لا ترعة ولا مصرف، ده الترعة والمصرف هتبان بعد كده بايه، بمنسوب الايه، المية. منسوب المية هنا فوق كده، واحنا ما بنرسمش منسوب المية في الغالب في المنشآت الهيدروليكية بتاعتنا دلوقتي في سنة اولى، بعد كده عشان بقى بنعمل مسائل هيدروليكا وشغل هيدروليكا بنبتدي نتعامل مع سطح الايه، المية. طبعا طبعا طالما انا احتجت معلومات معينة في رسم الاورنيك لابد من وضعها على الاورنيك، ودي جاية بعد كده ان شاء الله تعالى في الرسومات. بمعنى ايه؟ لازم هنا احط منسوب القاع، منسوب المسطح، منسوب الطريق، لازم احط عرض الايه، القاع، عرض المسطح، عرض الطريق بيبقى من فوق، لازم احط الميل ده كام، الميل ده كام، الميل ده كام، لان هذه المعلومات هي اللي قدرت ارسم ايه بيها. وطالما هي اللي انا محتاجها في الرسم، اذا هي اللي محتاجها في التنفيذ، اذا لازم المهندس اللي هينفذ يقراها، يبقى لازم انا ايه، اديها له. تمام. فاحنا هنتكلم على الايه، المناسيب وازاي نوضعها والكلام دوت في مراحل ايه متقدمة، بس عشان ناخد المبادئ الأساسية دلوقتي. تعالوا بقى دلوقتي زي ما احنا رسمنا هنا الأورنيك اللي هو القطاع العرضي، طبعا احنا مش هنكتفي برسم الأورنيك أو القطاع العرضي، ما هنا لازم أعمل له الإيه، المساقط التلاتة بتوعه، يبقى ده أحد المساقط اللي هو القطاع العرضي، يبقى انا عايز المسقط الافقي والمسقط الايه، الجانبي، او المسقط الافقي والقطاع الجانبي. طب القطاع الجانبي لو انا قطعته وبصيت كده، طب ما انا هشوف ثلاث مناسيب، ثلاث مستويات، مستوى القاع، لو قطع كده وبصص كده هشوف المستوى ده اللي هو مستوى الايه، مستوى القاع، والمستوى ده اللي هو مستوى الايه، المسطح، والمستوى ده اللي هو مستوى ايه، الطريق. يبقى هشوف ثلاث مستويات أفقية كده، هو ثلاث خطوط عندي، قاع، مسطح، طريق. طب مظبوط. لو بصيت بقى من فوق بلان، لو بصيت فوق من بلان هيبقى السنتر لاين، سنتر لاين، القاع، الخط ده هنسقطه، يبقى يبان كده، يبقى ده هيبقى القاع، وبعدين المستوى ده يبان كده، هيبقى ده المستوى المايل، اروح مسقط دي كده، هيبقى ده مستوى أفقي اللي هو مستوى المسطح، وبعد كده اروح مسقط ديت، هيبقى ده مستوى مايل، مظبوط كده، مستوى مايل اللي هو الميل من المسطح الى الطريق. بعد كده الخط ده مع الخط ده يديني هنا في الاسقاط المستوى بتاع الايه، بتاع الطريق، وبعد كده ايه، اسقاط الميل، وبعدين ارض الزراعة. نبسط نبسط، هنا هسقط ده هيبان لي مستوى افقي اللي هو بمنسوب القاع، اسقط ده اهو يديني مسقط افقي لايه، للمسطح، اسقط ده وكده ده يبقى يديني مسقط الايه، الطريق. ما بين الطريق والمسطح مستوى مائل، ما بين المسطح والقاع مستوى مائل، ما بين الطريق وارض الزراعه مستوى ايه، مائل. ده تخيل، وزي ما بنقول بنسبق الاحداث في المساقط الايه، الثلاثه. تعالوا بقى نشوف ازاي هنرسم الكلام ده. اول حاجة اتفقنا عليها، احنا بنرسم القطاع العرضي اللي هو القطاع الجانبي في الحتة دي في المكان ده، وبنرسم الاليفيشن فوق كده، وبنرسم البلان هنا كده، وبنسيب المسافات الايه، المناسبة لكل مسقط من الايه، من المساقط. هنبتدي نرسم. اول حاجة بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وبنرسم ايه، ها، الايه، السنتر لاين، اهو السنتر لاين. يبقى السنتر لاين ده بتاع البلان، والسنتر لاين بتاع البلان، السايد فيو اللي هو المقطع الجانبي، هنا بقى يبان الايه، الاورنيك. واحنا دلوقتي هنبتدي برسم الاورنيك غير معلوم عرض المسطح، ماشي. يبقى انا رسمت السنتر لاين هنا في البلان، ورسمت السنتر لاين هنا في القطاع العرضي اللي هو الاورنيك. ده كده منسوب القاع، ده منسوب افتراضي اهو، يعني خط هنا في اي حته افتراضيه، بس خلاص كده طالما رسمته يبقى انا حددته. اقيس كده الفرق ما بين المسطح والقاع واروح واخد خط،
يبقى ده مستوى المصطلح. اروح قايس كده كمان الفرق ما بين المصطلح والطريق وارسم، يبقى حصلت على الطريق. يبقى ده مستوى القاع، ده مستوى المصطلح، ده مستوى الطريق. نفس اللي انا عملته المرة اللي فاتت بس بعمله في الايه؟ في الجانبي. اقيس بقى من هنا لهنا، نص عرض القاع، نص عرض القاع، وناخد الخط اللي احنا قلنا عليه ايه؟ الخط الايه؟ الخفيف بتاعنا. ماشي؟ واروح راسم عليه ايه؟ ده كده اللي هو نص عرض الايه؟ القاع، واروح راسم عليه ايه؟ الميل بتاعي. خلاص بقى انتوا عرفتوا الايه؟ الجزء ده، احنا بناخد الجزء الكبير ده كده مرة واحدة اهو، مش هعمل بقى زي المرة اللي فاتت، اخد اخضر واخد ازرق وبتاع، انا باخد مسافة ايه؟ كلها مرة واحدة. هنا هرسم ده، بروح واخد ايه على قد دي لحد هنا كده، واروح واخد دي كده، واروح واخد الايه الميل. مظبوط. طب وبعدين دي كده اروح واخد بقى معاها كده، ها باخد المسافه دي وبشوف الميل بتاعي كام، هل هو مره ونص ولا ضعفه، واروح واخد دي كده واروح راسم الميل الايه التاني. خلاص برسمه كده خفيف، وبعدين بروح متقل على مين؟ على من المصطلح الى الايه الى الطريق. مظبوط. نعيد تاني، نعيد تاني. يبقى هنا باجي اخد ايه زي ما قلنا نص عرض القاع، وبروح واخد الايه المسافة دي بقى الرأسية مرة واحدة كده. هتعامل مع دي، اتعامل معاها، اتعامل مع الكبيرة دي، اتعامل معاها، اتعامل مع المسافة من القاع للمصطلح هجيب الميل اللي هنا، اتعامل من القاع لحد الطريق واخد اللي هنا الايه النسبة بتاعة الميل، اتعامل كده مع من القاع الى الايه للطريق. فاحنا اول حاجة هنتعامل بعد ما نرسم كده نص القاع بتاعنا، اتعامل مع المسافة من هنا لهنا، لو واحد لواحد اخد قدها، ثلاثة لاثنين اخد قدها مرة ونص، لو اتنين لواحد اخد ايه قدها مرتين. مظبوط. يبقى هنا هاخد الايه على حسب الميل وارسم الميل بتاعي. ارجع تاني بقى، ارجع تاني من هنا بقى لهنا، واجي اخد المسافه دي فوق كده على حسب الميل، واحد لواحد قدها، تلاتة لاتنين قدها مره ونص، اتنين لواحد قدها مرتين، واروح راسم الايه الميل بتاعي ده كده واتقل على ده. هنا في الحاله دي زي ما اتفقنا ده كده هيبقى ايه؟ مستنتج. مستنتج. مظبوط. وبعدين خلاص بقى اخد عرض الايه، طبعا دي الحته بتاع المصطلح، اخد عرض الايه الطريق بتاعي. هنعمل الميل الناحية التانية، اخد الايه المسافة الرأسية دي كده، واخد قدها افقية كده، وارسم الايه الميل بتاعي. ماشي يا شباب. وبعدين باخد هنا جزء من ارض الزراعة، يبقى هنا القطع. طب ليه هنا بقى استنيت على دي؟ لان خط القطع هنا يمشي مع ايه؟ خط القطع هنا يمشي مع الافقي. يبقى كده انا رسمت الافقي، ها رسمت الايه الاورنيج بتاعي، القطاع العرضي بتاعي اول حاجه واسرع حاجه. يعني كونت انا القطاع العرضي بتاعي كله اللي هو نص الاورنيج بالكامل، وابتدي بقى اشوف اسقاط البلان واسقاط الايه السكشن اليفيشن. سكشن اليفيشن هنبقى قاطعين وباصين كده، باصين كده. انت لو قاطع وشايف مجرى مائي عندك بتبقى شايف، لو قاطعين فيه يعني، يبقى شايف مستوى القاع، مستوى المصطلح، مستوى الايه الطريق. يبقى هنا ادي حدود الرسم بتاعي، هبتدي هنا البلان بتاعي من هنا، هبتدي الاليفيشن من هنا. طيب اهو ودي النهايه، خلاص بقى انا حددت الايه الرسمه بتاعتي. يبقى الجزء ده كل ده كده هيبقى منطقه البلان، وده بدايه الايه الاليفيشن، وده نهايه الاليفيشن، والاليفيشن دايما سيكشن اليفيشن. يبقى دايما عندي سيكشن اليفيشن بلان سيكشن سايد ايه فيو. بصوا بقى معايا، على طول اهو مرسوم، ده عباره عن القاع بتاعي، منسوب افتراضي اي حاجه دلوقتي. وبعدين اللي انا قسته هنا من القاع للمصطلح، وبعدين من المصطلح للطريق بعيده هنا تاني، يبقى هنا اقيس المسافه، الفرق المناسيب ما بين القاع، ايوه كده، يبقى ده المصطلح، اروح قايس فرق المصطلح ده. خلاص كده على فكره سكشن اليفيشن كده، ده السكشن اليفيشن. ما فيش حاجة غير مستوى القاع، مستوى المصطلح، مستوى الايه الطريق. لو مشيت المية يبقى مستوى المية، احنا ما بنرسمش زي ما بنقول المية دلوقتي.
نرجع بقى هنا نشوف بقى الإسقاط بتاعنا. كل خط هنا يعتبر نهاية مستوى ممكن أفقي وبداية مستوى مايل، ده نهاية المستوى المايل بداية المستوى الأفقي. عندي 3 مستويات أهي واضحة، القاع المسطح الطريق، واللي زي المسطح اللي هو أرض الإيه الزراعة. نسقط بقى الإيه النقاط دي، يعني أروح واخد النقطة دي ومسقطها، اروح واخد النقطة دي ومسقطها، اروح واخد النقطة دي ومسقطها، وهكذا وهكذا هكون المستويات ايه بتاعتي. تعالوا بقى نبتدي واحدة واحدة. اهو اهو ادي اول، بصوا بقى معايا، ادي اول حاجة شفتوا بقى اللي هي النقطة دي كده قدامها كده بالمسطرة دي، اروح شادد كده خلاص كده، يبقى ده مين اللي انا دلوقتي ماشي عليه، ده مستوى ايه، مستوى القاع. تمام، اروح بقى للنقطة دي اهي، النقطة دي اروح ايه مسقطها، اهو مسقطها، يبقى المستوى ده مستوى ايه؟ مستوى مايل، برافو، مستوى مايل، يبقى ده القاع، ده المستوى المايل. اروح واخد النقطة دي اهو، ها؟ اسقطتها، يبقى ده مين؟ ده كده معايا الايه؟ المسطح. اللي بعده النقطة دي اهو، يبقى ده هيبقى المستوى المايل الناحية دي. اروح للنقطة اللي بعدها، دي كده ايه؟ نهاية الطريق، يبقى ده كده الطريق بتاعي. اخر نقطة عندي دهيت اروح مسقطها كده، مظبوط. قبل بقى ما نتحرك في اي حاجة، خلاص عارفين الحكاية، ده مين؟ ده القاع، وده المستوى المايل كده، وده المسطح، وده المستوى المايل كده، وده الطريق. ده المستوى المايل الناحية التانية، يعني ده مستوى مايل الناحية دي كده، وده مستوى، انا وبكلمك وعيني على الحتت دهي، يعني بقول لك ده كده وعيني على ده، ده الافقي، ده الافقي، ده البيض، ده المستوى الافقي البيض. ده كده ده المستوى المايل، والميل ده من القاع الى المسطاح، وده الميل من المسطاح الى الطريق، وده الميل من الطريق الى ارض الايه الزراعه. واضح الشغل كله في الايه رسمه الاورنيك والمسقط الايه الافقي، اما الاليفيشن 3 خطوط، قاع، مسطاح، طريق، مظبوط. هنا بقى ظهرت الحاجة الشديدة الملحة، ان احنا نعمل ايه، ان احنا نحط البيانات ونحط الابعاد ونحط الايه المناسيب وكل حاجة، لان كده احنا الامر مش عارفين فين المستوى الافقي من المستوى احنا عارفينهم ومسقطينهم، لكن عايزين تبقى الامور واضحة، اي واحد يبص عليهم على طول يبقى فاهم الايه الموضوع. اهو هنبتدي نعمل ايه بقى، نكتب عليهم، ده البيت طبعا، عايز تكتب القاع بالعربي اكتب، مفيش اي مشكلة عندنا، ده البير، ده البير اهو، يبقى انا بوضح دلوقتي للي ايه اللي بيقرا الرسم، خلي بالك ده القاع، خلي بالك ده المسطاح، خلي بالك ده البنك او الروت، اكتب اللي انت عايزه، ماشي. يبقى كده اهو، يبقى انا حددت ايه في الاليفيشن، البيض اهو، وضحت له الدنيا كلها كده، الراجل ابتدى يفهم شوية، بيض ايه، بير ايه، بنك اهو، بقول له خلي بالك ده مستوى ايه، مستوى البيض، وبعدين هقول له ايه، خلي بالك ده مستوى البير، هيسألني يقول لي انا عرفت ده المسطح كده ومستوى ذو منسوب ثابت، وده البيد مستوى ذو منسوب ثابت، المستوى اللي بينهم ايه مايل، يقول لك وانا اعرف منين انه مايل، لازم تقول لي، حاضر هنقول لك. هنا كده الايه البنك او الايه الروت، ده كده ايه اللاند ليفل، اللاند ليفل طبعا واضح ان اللاند ليفل ما بنتش فين، في الاليفيشن، لان الناحية التانية المسطح هنا، اللاند ليفل هنا مختفي، ماشي. طب برضو ما نحاول نعمل نفس الكلام فين يا شباب، في السايد فيو، اللاند ليفل، البنك، البير، البيد، نوضح نوضح في كل مسقط من الايه المساقط الايه الثلاثه كده، يبقى احنا عرفنا البيد فين، البيرم فين، البنك فين، ونحط بقى مناسيبهم كمان، يعني الخطوة بقى لما تاخد انت معلومات ومناسيب اللي هم ال3 مناسيب وال3 عروض، ها كل دوت، كل معلومة تاخدها تروح حاططها، حطها فين؟ على المساقط الايه؟ التلاتة، يعني جنب البيد هنا تحط منسوبه، جنب البرم هنا تحط منسوبه، جنب البنك هنا تحط ايه؟ منسوبه. كده الرسم بقت واضحة، عدا اللي ايه؟ ان انا عايز اقول ان ايه المستوى ده مايل، عايز ومايل الناحية دي، ان المستوى ده مايل من الناحية دي. طيب احنا قلنا بقى قبل كده ان في طريقة لإظهار الايه؟ المستويات المايلة في الخرسانة، خطوط متساوية متقاربة. هنا بقى
وكنا قلنا قبل كده بنعمل خطوط ايه؟ ايوه ها، شوفوا بقى هنا كده، خط صغير وخط كبير وخط صغير، وثلاث خطوط كده جنب بعض بمسافة حلوة بشكل ايه؟ هندسي نضيف كده. الصغيرة ربع المسافة ايه ما بين الخط ده والخط ده، ديت الربع، ودي ايه النص كده. عملت التلاتة دول، اجي على مسافة منهم واروح عامل تلاتة ايه زيهم، على مسافة منهم كده اعمل تلاتة زيهم. ها ها كده تمام، التمام كفاية قوي كده، كفاية قوي كده. يبقى هنا وهنا وهنا دي تعبر عن الايه الميول. اوعى تنسى، هنا اكتب الميل كام، هنا اكتب الميل كام، هنا اكتب الميل كام. طبعا احنا هنا ما حطيناش الميول والمناسيب والكلام ده كله عشان تبقى عارف ان هي دي المسألة، ان المسائل الرسمة كده تقريبا بتبقى ثابتة في الاسقاطات، لكن الفرق هنا ايه؟ ان انا احط المنسوب هنا، المنسوب هنا، المنسوب هنا، الميل ده وهكذا. طيب خلاص كده حلو، احنا عملنا دلوقتي ان المستوى ده بقى واضح قوي انه مايل من البيرم الى البيد. وخلي بالكم الشرطة الصغيرة والشرطة الكبيرة، الشرطة الكبيرة دي هي بقى اللي بتدلني، بتقول لي الميل ماشي من المستوى ده للمستوى ده، يعني المستوى ده العالي وده الايه الاقل الواطي. نعمل ده، هل هشر هنا؟ لا، ده مستوى ايه البيرم. طيب يبقى ده ايه؟ اه اهو ده المستوى الايه المايل اهو، ها اهو رسمت دي وبعدها دي. يلا اللي بعده اللي بعده اللي بعده. تلاحظوا برضو حاجة، احنا بنشتغل شغل هندسي، هي هي نفس الطريقة، بروح حاطط دي تقريبا قدام دي ودي قدام دي ودي قدام دي، يعني يبقى شكل كده هندسي ايه منظم. ونفس الكلام دي الربع، الربع هنا عشان المسافة دي صغرت الربع بتاعها هيصغر معاها على طول، والنص برضو نفس الكلام معايا. يبقى دي مرتبطة بالايه بالمسافة من هنا لهنا، او المسافة من هنا لايه لهنا. وكمان البنك وده البيرم والميل قدامي كده. نروح بقى لدي، نروح لدي الميل دي ازاي؟ ده الميل الناحية التانية. يبقى شوف بقى اللي هنا، شايف بقى الميل بتاعي بقى ازاي كده؟ بقى الناحية التانية، هشوف الميل ده كده الناحية دي، شايف الميل دي مهمة جدا جدا، لأن بعض الطلبة ما بيبقاش صاحي، ما بيبقاش صاحي، يروح عاملها من هنا، من هنا زي دي، يبقى كأن قلب الدنيا ما تتفهمش. فهنا أنا بعمل إيه؟ الميول بتاعتي من العالي للإيه؟ للواطي. فالميل إيه؟ جه كده أهي بالراحة خالص، أهي اهي اهي تمام كده. يبقى انا كده تمام التمام، بقى الاليفيشن واضح خالص، المستويات الافقيه واضحه، المستويات المايله واضحه. هنا في ميل جاي كده، هنا في ميل جاي كده، هنا في ميل جاي كده، يعني انا لو ماشي على الطريق ده احس ان ده مايل كده وده مايل ايه كده. ابداع في الرسم بصراحه. طب الاليفيشن، ده الاليفيشن سهله خالص، ده البيرم وده البيد، والمستوى ده ماله مايل اهو اهو. لما ابص له كده، انا باصص كده بقى ومسقط كده، ها باصص كده ومسقط كده، يبقى هنا ده البير وده البيد، يبقى هيبقى الميل بتاعي جاي كده والميل جاي كده. وفي ميل كده من البنك لمين؟ من الرود للبير، مظبوط. يبقى انا نرسم ايه الكلام ده اهو. خلاص بقى عشان احنا ايه نرسمها كلها حته ايه واحده اهو، برضه زي دكتور اهو، نفس الكلام اهو، نفس الكلام ده كده، ميل من البير من الايه للبيت. طب لسه هنا كمان، شوفوا دي كبيره ازاي عشان المسافه دي كبيره، شوفوا بقى اللي جايه دي، ها اهي على قدها، على قدها الربع بتاعها والنص بتاعها وكده. يبقى انا واضح اهو قدامي، البيرم للبيت مايل، البنك للبير مايل، وكده خلص الايه الاليفيشن. يبقى احنا كده رسمنا القطاع العرضي، رسمنا المسقط الافقي، رسمنا السكشن اليفيشن. بكتب عليهم، بكتب على ده بلان، بكتب على ده سكشن اليفيشن، بكتب على ده سكشن سايد فيو او الاورنيك. احنا كاتبين كله بالايه بالانجليزي، عايز تكتب بالعربي اكتب، اكتب القاع، المسطح، الطريق او الضفه، ارض الزراعه او الارض الطبيعيه، براحتك اكتب اللي انت عايزه، مفيش اي مشكله. لازم اكتب المناسيب، لازم اكتب الميول دي هنا الميل، وما اكتفيش بمكان، هنا وهنا وهنا، ممكن اكتب مره واثنين وثلاثه عشان ااكد المعلومه. لازم اكتب الميل هنا، الميل ده 3 ل 2، ده 2 ل 1، ده 2 ل 1. لازم اكتب منسوب البنك، منسوب البير، منسوب البيت، منسوب اللاند ليفل، مظبوط. لازم اكتب هنا منسوب البيت، منسوب البير، منسوب البنك. طيب ممكن اكتب بالعربي مسقط افقي، هنا قطاع راسي،
قطاع رأسي، هنا قطاع جانبي الأورنيك. ومن كلمة قطاع بقى تعالوا بقى نعمل حاجة جديدة. أنا بقى لما هاجي أقطع هنا، ده أنا قطعت في القاع هنا كده، أنا قاطع في القاع، يبقى القاع ده كده الحتة دي، ها أنا الأرض، الأرض هنا دي الأرض، ده القاع. تهشيرة الأرض لازم أبين إن أنا قاطع في الإيه؟ في القاع، فبنعمل له تهشيرة أهي. شفتوا بقى دي تهشيرة أهي، التهشيرة دي بتدل على إن ده إيه؟ القاع. طب التهشيرة دي بنعملها إزاي؟ خطين ميلين وبعدين تلاتة متعامدين عليهم، خطين ميلين وبعدين تلاتة متعامدين عليهم، خطين ميلين وبعدين تاخد مسافة إيه؟ بسيطة كده صغيرة. أنا قعدت أعملها هنا كبيرة، دي كبيرة عشان أنت تبقى شايفها وتبقى واضحة. يبقى باخد خطين كده وتلاتة متعامدين عليهم الناحية التانية، كأني بصوا معايا نسهل. أنا عندي خط القاع، أروح جاي على مسافة منه كده وأروح واخد خط إيه؟ أفقي كده، خط أفقي كده بمسافة صغيرة، وبعدين الخط الأفقي ده أروح واخد خطين كده وأروح واخد تلاتة كده وما أطلعش براهم. معايا؟ نتمرن عليها ونتدرب إيه؟ عليها. يبقى ده تهشير جديد، اللي هو تهشير ان انا قاطع في التربه. ده بالنسبه للايه؟ لشغل الايه؟ الاتربه. واحد يجي يقول لك خلاص كده ده قطاع راسي وانا قطعت في القاع. طب ما بصوا بقى معايا، ما دي كلها شوفوا بقى اللي انا ماشي عليه بالايه؟ بالليزر دي بالاشاره، الحته دي ودي ودي كده على طول، كل ده وده 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 وده، ما كل الحتة ده هي تراب، كل ده تراب. ما ده القطاع ده احنا مشكلينه، احنا مكونينه مجرى مائي صناعي، احنا اللي صانعين الشكل دوت. يبقى انا محتاج ايه؟ محتاج اهشر ان دي تراب ودي تراب ودي تراب ودي تراب. نفس الكلام، اجي اخد هنا مسافة كده صغيرة وكأني بعمل ايه؟ اورنيك تاني خفيف كده على ايه؟ موازي له، موازي له، موازي له كده، موازي له، موازي له. وبعدين اعمل ايه؟ شرطتين ثلاثة، شرطتين ثلاثة، وارسم الايه؟ ايوه كده. اروح ايه؟ بصوا معايا، انا رسمت على ده مرة ورسمت على دي مرة، وبعدين اهوت على القاع مرة، وبعدين هنا على المايل هنا، وبعدين على المايل هنا، وبعدين على الايه؟ كده انا خلصت الرسم بتاعي. وما تنسوش ان انا بايه؟ زي ما قلنا التهشير روح البيانات وروح الايه؟ الرسم بتاعنا اللي بيوضح الرسومات بتاعتنا. برضو قبل ما نتنقل للي بعدها، لان احنا هنرسم اللي بعدها، ها رسم الاورنيك بس بيكون معلوم عرض الايه؟ المصباح. ما تنساش ان الرسمة كده برضو لازم احط عليها البيانات كلها، كل حاجة أنا استخدمتها في الرسم أحطها، المناسيب وعرض القاع وعرض الطريق وعرض المصطلح إذا كان موجود، ولو أنا استنتجته وأروح حاطط عرض المصطلح المستنتج أؤكد إن أنا بسهل على الراجل اللي هو بإيه؟ بينفذ. تعالوا بقى نرسم الأورنيك بتاعنا وعرض المصطلح معلوم، مش هتفرق أي حاجة يا باشمهندسين إلا في بداية الرسم خالص عند رسم الإيه؟ الأورنيك. وكأن إحنا بنعيد إيه؟ تاني. يبقى السنتر لاين بتاعي، ها بتاع رسم الاورنيك معلوم عرض المصطاح، خلاص رسمت كده، ها التلات مناسيب، القاع، المصطاح، الطريق، تمام. الخط ده وقلنا هناخده كله على بعض، وبعدين هاجي من هنا لهنا واخد واشوف الميل بتاعي كام، واحد لواحد يبقى اخد دي قدها، تلاتة لاتنين اخد دي مرة ونص، اتنين لواحد اخد دي ايه؟ ضعفها، واروح راسم الايه؟ الميل بتاعي. ماشي، هنا عرض المصطلح معلوم، خلاص بقى دي سهل، اروح واخد الحته دي كده بس. طب بعد كده هعمل الايه؟ الميل بتاعي. طب ماشي، ما انا عندي المسافه الراسيه دي اهي، اروح عامل خط خفيف هنا واروح واخد ايه؟ قدها او مره ونص او ايه؟ مرتين، واروح راسم الميل بتاعي. وصلت للنقطه دي، اخد عرض الطريق، خدت عرض الطريق. عايز الميل الناحيه التانيه، ما انا عندي المسافه الراسيه دي اهي، اروح عاملها خفيفه كده واروح واخد هنا مره او مره ونص او مرتين، واروح راسم الميل واخد الحته بتاعتي كده. تمام التمام كده، خلصت الايه؟ رسمه الاورنيك. هي دي اهم رسمه، لانها لو غلط المسقط الافقي غلط والاليفيجن غلط، صح يبقى كل الرسم ايه؟ صح. خلاص كده نقطع بقى اهو، يبقى ده كده الحدود بتاعتي.
برضو بنرجع تاني بقى نروح واخدين الحدود من هنا، هبدأ منين؟ اهو ده بالنسبة لايه؟ للبلان، وده بالنسبة للسكشن اليفيشن. هنروح واخدين بقى مسافة هنا كده كبيرة قوي، ها كده اهو الرسم كلها تبقى بلان، وايه الرسم كلها بلان. وبعدين بنبتدي بقى نعيد نفس الكلام، منسوب الايه؟ القاع، منسوب المسطح، منسوب الطريق. كده خلص الاليفيشن. الاليفيشن دائما وابدا في غالب الاحيان ثلاث ايه؟ مستويات، هم ثلاث خطوط معايا. ولذلك يعني بنستغرب اذا طلب من طالب رسم انه يرسم الاورنيك ويرسم البلان وما عملش اي حاجه في الاليفيشن. ده الاليفيشن ثلاث خطوط. بعد كده بنبتدي الاسقاطات زي ما احنا ايه؟ متعودين. ها اهو اهو خلاص بقى دي الاسقاطات اهي. خلاص انا عرفت ده القاع، ده الميل، ده القاع المسطح، ده الميل، ده الطريق، ده الميل، ده ارض الزراعه، ده القاع هنا كده، ده الميل، وبعدين ده المسطح، وبعد كده ده المستوى المائل، وبعدين ده ايه؟ الطريق. الطريق مايل ينزل للمسطح، مايل ينزل للايه؟ للقاع. نفس الكلام بنعيد بقى اللي احنا قلناه قبل كده، البيانات، القاع، المسطح، الطريق، الضفة، القاع، المسطح، الطريق. ما بنملش. لاند ليفل، لاند ليفل، نروح الناحية التانية في السكشن سايد فيو، لاند ليفل، البنك معايا او الرود، البير، البيد، تمام. فين بقى المستويات المايلة؟ اهو يبقى واضح قدامي، واضح انا برسم ايه معايا، برسم ايه؟ انا برسم دلوقتي هنا، هنا ببين. ما احنا كنا بدأنا المرة اللي فاتت، ما انا خلاص كل حتة اقدر ارسم فيها برسم اهو، ده المستوى المايل بتاعي. مظبوط كده، مظبوط اهو. بنأكد ان المستوى ده، شوفوا بقى اهو، يعني بالراحة واحدة واحدة اهو، المستوى ده مايل كده، خلصنا المستوى ده، اللي بعده المستوى اللي فوق اهو كده، خلاص الاليفيشن باقي له بس ان انا ايه؟ اعمل القطاع الايه؟ الترابي بتاعه يخلص. شوف الايه اللي بعده هنا بقى، الميل بقى الناحيه دي عكسهم بقى، ده من البنك للايه؟ لللاند ليفل. اعمله اهو اهو، خلاص خلصنا من ده يعني زي ما بنقول ماشي لوحده، لان هو الوحيد اللي بيظهر فين؟ في السايد فيو والايه؟ والبلاد. ها وماشي ايه؟ الميل الناحيه التانيه. وبعد كده الميول بقى دي العاديه اللي هو من البنك للبير، وبعدين من البيرم للبيت. كده خلصنا الكلام ده تمام التمام. ما تنساش تكتب المناسيب، ما تنساش تكتب قيم الايه؟ الميول. ها ها كده هشرنا، هشرنا القاع. نروح نهشر بقى الايه؟ الجزء الثاني اللي هو القطاع الترابي بتاعي اهو. خلاص خلصنا كده، يبقى كده الرسم تمام التمام. تيجي بقى دلوقتي مرحلة ايه؟ مرحلة الكتابة، الكتابة بالبيانات. اكتب بقى كل المناسيب بغزارة، المناسيب والميول وعرض القاع وعرض المسطح وعرض الطريق، ونقول لك ازاي ان شاء الله في المرات اللي جاية الكلام ده يتكتب على الايه؟ المنشآت بتاعتنا. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.